أذعنا عليكم منذ قليل خبر إخلاء سبيل 23 من المتهمين في أحداث مجلس الشورى وإخلاء سبيلهم بكفالة 5000 جنيه وإبقاء المتهم الأول أحمد عبد الرحمن، لكن النيابة المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة استأنف هذا القرار، قرار إخلاء السبيل، وبالتالي قال مصدر قضائي منذ قليل لسي بي سي أن يعني صرح باستمرار حبس المتهمين الـ 23 في هذه نفس الأحداث لحين فصل الفصل في استئناف النيابة. إذن لم يخلى سبيل الـ 23 متهما طبقا لمصدر قضائي قال هذه الأخبار منذ قليل سي بي سي بعد استئناف النيابة لهذا استئناف النيابة على قرار الإخلاء السبيل بكفالة 5000 جنيه. النهاردة أو غدا سيد عمرو موسى سيتقدم بمشروع الدستور بعد إقراره من لجنة الخمسين إلى السيد الرئيس المستشار عدلي منصور. النهاردة كانت الجلسة الأخيرة للجنة الخمسين، والحقيقة كانت جلسة احتفالية كل يعني أدلى بكلام عن الأيام أيام الدستور وماذا حدث وصور تذكارية، ووقع السيد عمرو موسى على نسخة الدستور التي طبعا بصفته رئيس لجنة الخمسين بحيث يتقدم بهذه النسخة للسيد رئيس الجمهورية. بحيي مرة أخرى كل أعضاء لجنة الخمسين، وبحيي أيضا المتحدث الرسمي لجنة الخمسين السيد محمد سلماوي الذي يعني صراحة بذل مجهودا ضخما وعنيفا يعني أن يكون بيعمل مؤتمر صحفي كل يوم يعني يجيب عن كل أسئلة الصحفيين، ما فيش مرة حد بيكلمه إلا ما بيرد عليه. هذا مجهود كبير الحقيقة، ولكن يعني أداه وقدود زي ما بنقول. بنشكر السيد سلماوي وكل أعضاء لجنة الخمسين على مجهودهم الكبير. المصريين في الخارج طبعا اللجنة العليا للانتخابات دلوقتي بتعد كشوف أو بتجهز كشوف الناخبين، وأغلق اليوم تسجيل المصريين في الخارج. الحقيقة الرقم مؤلم جدا، يعني 670,000 680,000 775 مصري في الخارج. احنا عندنا 8 مليون مصري في الخارج، منهم يعني لو قلنا يعني ممكن يصوتوا الذين لديهم حق التصويت 2 3 4، لكن 680,000 ده رقم الحقيقة محزن جدا. خلونا نستوضح هذا الأمر من السيد طارق سعد مدير قاعدة البيانات في وزارة التنمية المحلية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أولا هل هذا الرقم هو كل اللي سجله دلوقتي وقبل كده يا فندم؟ يعني كان في ناس من المصريين في الخارج مسجلين أيام الانتخابات الرئاسية وأيام الانتخابات البرلمانية والدستور الماضي، هل ده كل الرقم؟ ده رقم تراكمي، ده من اللي فات ومكمل. يعني اخر رقم كان عندنا قبل فتح الباب في 12 اكتوبر 2013 كان 662,085، يعني زاد حوالي 18,000 وشويه. يبقى احنا يعني بنقول ان يعني الرقم كله 680,000 بس. حقيقه ده رقم يعتبر قليل، وال 18,000 اللي هم في فتره حوالي 50 يوم رقم برضو قليل جدا. طبعا رقم قليل جدا بشكل يعني محزن الحقيقه. طيب ده انتوا اغلقتوا باب التسجيل، بس لسه فاضل فتره يا فندم على الاستفتاء. احنا متوقعين الاستفتاء ايه؟ منتصف يناير مثلا، مش كده؟ لا، هو الحقيقه هو كان القرار طالع ان التسجيل هيفضل مفتوح، باب التسجيل 2 ديسمبر اللي هو النهارده الساعه 12 بالليل، او صدور قرار دعوه الناخبين. ان احنا التاريخ الحاكم بالنسبه لنا صدور قرار دعوه طيب الناخبين. لسه بقى صدور قرار دعوه الناخبين ده ما اتعملش؟ يعني لسه ما جاش، بس متوقع يعني خلال ايام قليله. يعني بكره السيد الرئيس هياخد الدستور، هل احنا برضو مش متوقعين في نفس اليوم؟ الرئيس بيحب يقرا الدستور ثم بعد ذلك يعني قد يعلن ذلك غدا او قد يعلن ذلك خلال ايام. هل يمكن نسيب فرصه عده ايام قليله للمصريين في الخارج وان احنا نعمل حمله اعلاميه بحيث ان هم برضو نشجعهم على التسجيل؟
هو الحقيقه دي يعني ممكن تبقى توصيه من حضرتك، ممكن اللجنه العليا للانتخابات تنظر فيها يعني. طب يعني ارجو ذلك، انه انا عارفه ان في مصريين كتير جدا ما كانوش وسط احداث العنف، الدستور كان فيه بعض التعثرات، كان دايما يقول لك ده انسحب وده مشي، لكن ما كانش فيه شعور ربما بالجديه علشان الناس تسجل، فهل ممكن يعني نترك يعني عدد ايام قليله حتى يعني حتى دعوه الناخبين للاستفتاء؟ هو الحقيقه فعليا يا فندم المده اللي هي ما بين عرض الدستور على سياده الرئيس وما بين موعد الاستفتاء على الدستور اللي هي 30 يوم، كل ما بيتاخر قرار دعوه الناخبين كل ما بيقلل المده للاعمال التي تبدا بعد صدور قرار دعوه الناخبين. لا ليه مش في شهر؟ احنا قلنا بعد دعوه الناخبين نعمل شهر، مش كده؟ اعتقد النص ان 30 يوم منذ تسليم السيد الرئيس الدستور. طيب يعني طب خليني اخدها خطوه خطوه، ارجو من اللجنه العليا للانتخابات ومن حضرتك ان انتوا يعني بصفتك مسؤول عن قاعده البيانات انه تتركوا عده ايام، واحنا هنطالب المصريين في الخارج وهنضع على الشاشه دلوقتي السايت اللي ممكن تدخل تسجل عليه بياناتك لكي تشارك معنا في الاستفتاء على الدستور. ويا جماعه يعني اذا كان يعني في المواد الانتقاليه في ماده بتتكلم عن تمييز ايجابي للمصريين في الخارج، اقل شيء ان انت تشارك في الاستفتاء. انا ما قلتلكش قول ايوه ولا لا، انت حر، لكن في النهايه لازم تشارك في الاستفتاء، سواء كنت جزء من 25 يناير، جزء من 30 يونيو، انت جزء من هذا الوطن. فارجو يعني يا استاذ طارق ان انتوا بس تدونا عده ايام لفرصه اخرى. يعني طبعا هنعرض الامر على اللجنه العليا، هو النهارده متبقي هو اقل شويه من ساعتين يعني. طيب سؤالي سؤال اخر، هل تم تنقيه جداول الانتخابات؟ لان كان في كلام كتير بيتردد الفتره الاخيره ان هناك 10، وده الحقيقه من وزاره العدل صدر هذا الكلام، انه في 10 مليون ناخب اضيفوا في وقت حكم الاخوان، هل هذا صحيح؟ الحقيقه اللي انا اقدر اقوله ان الرقم اللي ما بين قاعده بيانات الانتخابات البرلمانيه في نوفمبر 2011 وما بين الموجود دلوقتي الفرق لا يزيد عن 3 مليون، وده فرق طبيعي خلال سنتين. انما قد يكون اللبس حصل نتيجه للمقارنه بقاعده بيانات او الجداول الانتخابيه للاستفتاء على الدستور اللي كان 19 مارس 2011. في هذا الوقت لم يكن هناك قاعده بيانات ناخبين، وانما كان التسجيل اختياري وشخصي. او بالتالي قاعده الفرق بين 2011 نوفمبر 2011 اللي هي انتخابات التشريعيه وبين الان احنا بنتكلم في 3 مليون فقط. لا يزيد عن 3 مليون. وده حضرتك بتعتبره فارق طبيعي؟ لان ده سنتين، ولو قارناه بنسبه المواليد هنلاقي نسبه يعني مقاربه جدا يعني. ونسبه اللي هم فوق 18 سنه، ما هم دول اللي بيسجلوا. 3 مليون مش كتير شويه؟ لا مش كتير يا فندم في خلال سنتين، لان معدل المواليد الثانوي اكتر من كده. يعني اكتر من 1.5 يعني. انا عارفه طبعا، هنناقش هذا الموضوع بعد قليل. طب سؤالي الاخر، هل في تنقيه لجداول الناخبين؟ يعني الوفيات بتخرج، اللي مثلا بيعملوا في الخارج، هل في بنقي بشكل اوتوماتيك يعني هذه الجداول؟ هو طبعا اللي بيتم جزئين، جزء تحديث قاعده بيانات الناخبين من مصادرها، من الصحه ومن النيابه ومن الجنسيه كل، ويمكن الجزء اللي اهم دلوقتي واللي احنا نرجو من حضرتك الناس دي كل المواطنين ان هو تعمله، ان قاعده بيانات الناخبين بتعرض حاليا وفقا للقانون في المحاكم الابتدائيه وفي الاقسام الشرطه، وكذلك على الموقع، ويمكن الاستفسار بالرسائل القصيره عشان كل واحد يتاكد من بياناته او بيانات اي حد يعرفه دي سليمه ولا لا، ويبقى عنده فرصه لو في حاجه تتصحح القانون بيسمح ان هو يطلب تصحيح. يعني كل قاعده البيانات موجوده على النت، موجوده على السايت، كل شخص بيخش برقم القومي او برقم قومي مثلا بتاع والده اذا كان مثلا متوفى يتاكد ان هو مش فيه، ولو لقاه موجود يبتدي يقول لا ده متوفي وشهادته ايه، ده القانون يقول فين بقى يا فندم، يعني هندخل رقم مثلا والدي متوفي، نعرف منين انه اشتكي عند مين؟ حضرتك في طريقتين، الطريقه الاولى ان الطعن في المحكمه الابتدائيه بقدم طعن، والطريقه الثانيه ان انا اقدم شكوى على الموقع، احيانا بيكون الشكوى يمكن حلها مباشره بطريقه اسهل من الطعن اللي مقدم للمحكمه. طيب انا بشكرك استاذ طارق سعد مدير قاعده البيانات. كم مواطن مصري له حق الانتخاب او له حق الاستفتاء يا استاذ طارق؟
لغايه 31/10/2013 حوالي 53 و300 وشويه. 53 مليون مواطن، 53 مليون و300 ألف مواطن مصري من حقهم الاستفتاء ومدرجين أو مدرجون على قاعدة بيانات الناخبين المصريين. 31/10 وقابلين للزيادة، ده لغاية 31/10 قابلين للزيادة، فإحنا بنتكلم في حوالي 53 ونص يعني. ممكن تقريبا. بشكرك أستاذ طارق سعد مدير قاعدة البيانات في وزارة التنمية الإدارية، بشكرك شكرا جزيلا، أكيد هيبقى لنا لقاءات كثيرة. يبقى نرجو إن إحنا نحط بس يا جماعة العنوان البريدي أو عنوان السايت، عنوان الموقع على الشاشة، موقع اللي ممكن ندخل بيه على للمصريين في الخارج. قدامنا يعني هنستأذن العليا للانتخابات أنها تمد أيام قليلة حتى يدعو الرئيس للناخبين للاستفتاء، وأرجو من المصريين في الخارج إن هم شوية همة، يعني عايزينكم معانا. دايما بتقولوا احنا ناسيينكم، احنا مش ناسيينكم، احنا عايزينكم معانا. فارجو ان انتوا يعني تدخلوا بياناتكم الان على هذا السايت. فين السايت يا هاني لو سمحت؟ ممكن تكون على الشاشه. ولا انا مش عايزه ده، انا عايزه عنوان السايت لو سمحت يتكتب على الشاشه الان. وعلى الجانب الاخر برضو للمواطنين المصريين، للناخبين المصريين، ان هم يدخلوا على هذا السايت يتاكد من قاعده البيانات، يتاكد هو بياناته سليمه ولا لا. والله لو عنده حد متوفي يعمل دبل تشيك، يشيك هل في حد من المتوفين موجودين في اسرته. خلونا احنا زي ما انا كده بدور على 29 مليار، خلونا احنا مواطنين صالحين واعين نقدر ان احنا نشيك على الحكومه، نفضل وراها لحد ما كل شيء يبقى سليم باذن الله. اذا 53.5 مليون مواطن مصري لديهم الحق في الاستفتاء. قد ايه هينزل منهم الاستفتاء؟ اتمنى واتوقع وعندي امل كبير ان نسبه المشاركه في الاستفتاء، اولا احنا عندنا نسبتين بنتابعهم، نسبه المشاركه في الاستفتاء ودي عايزينها تبقى نسبه عاليه جدا زي نسبه 30 يونيو كده، ونسبه نعم للدستور تكون نسبه عاليه جدا، وانا متاكده من المصريين. نخرج فاصل وبعد الفاصل حسنين ومحمدين. بعد الفاصل